الرئاسة اليوم مثل ما انه ظاهر انه هي بالثلاجة، برأيك أيه هو أفضل؟ رئيس أو بلا رئيس؟ لا أكيد الأفضل بلا رئيس، إذا حيلا رئيس يحو كان عندنا رئيس 6 سنين بدل ما يعمل شيء زاد الطين بلة. الرئيس السابق حيلا رئيس؟ إيه طبعاً طبعاً. هني ما بيجيبوا غير حيلا، بيجيبوا غير حيلا، يعني كجهاز ممانع بهالشرق. ديناصورات جاهليين جايين يخبروك كيف أنت تعمل بلد، يعني ما توخزني يعني سوري. محور الجلاغة وتقالة الدم والتخلف، مبسوطين هن بدهم يوقفوا على بكره ويعملوا هيك وهيك وهيك وهيك، ينقلعوا يوقفوا بدولتهم، يحطوا حدود، وإذا بيفشخوا لعندي بدي اكسر لهم اجرهم. كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اللي عباله يقرض تفنيصات ولايات فقيه ولبيك ما بعرف مين، ينقلع يقعد هنيك، واللي عباله دولة حضارية محترمة بيقعد هون. خلصت. هو عم بخبرني انه اذا ما بجيب رئيس على ذوقي ما في رئاسه، جماعتك ما بدي اياهم، ولك مزبله ما بيعرفوا يديروا، على شو بدي سلمهم بلد؟ واللي مش عاجبه يدق راسه بالحيط بكل بساطه، هيدا هو المنطق اللي ما نحكي فيه، مش هيدا الكذب تبع الوحدات القوميه، ولك كانه منظرهم بالاسود وابيض يا زلمه. منني؟ كل هول محور الممانعه، خد لك هيداك القومه، نسخ لك الحزب النازي يعني نسخة مشوهة كمان ترجمه للعربي، ولك ليك منظرهم ليك شو بيحكوا، بدهم يتصلبطوا على السنة يخبروا انه في علمانية وانه نحن عرب متو بعض. طلعوا لك بهالنظرية يابا لا يكلوا له راسه، هاي كل القصة. وأكلوا له راسه؟ هلأ بمحلات ايه مثل بسوريا عم بيكلها قتلة المعبتر. يا خيي ما قالك فيه شو بده يحس، ما خصك هو شو بده يحس. طيب ما دام عم نحكي عن الطوائف، انقبر نظف عندك. الرئيس نبيه بري، الرئيس نجيب ميقاتي، برأيك لوين اخدين البلد؟ هلأ ميقاتي مش اخد، ميقاتي لاحق، نبيه اخد. ميقاتي مين لاحق؟ نبيه. هل برأيك عم نرجع بشكل أو بآخر إلى نوع من أنواع الترويكا؟ ما هي الترويكا ضلت، الفرق أنه المسيحي اللي كان بالترويكا كان بابت، كان يعني محطوط عقيد وعم يحكي، بتشيل الايد بيطلع مش بابت، بيطلع الحزب. عم نحكي هون عم بيشيل عون يعني. ايه 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 ما الحزب بيقدر يطلع صوت من هون وصوت من هون. اذا طلع حاكم شاهد شي نهار على شي محكمة كم واحد بيتجرس؟ بقى حيش تضحكوا على العالم انتم مسترجيين يفتح دفاتره هو. بس العماد عون طالب بالتدقيق الجنائي وسعى لإله بلش فيه. ايه وينه؟ بغدا عون؟ ما بلشت من مكان بالرغم من اخطائه؟ قتلت زلمة مكتف، مين روحه؟ مين جاب اخرته برأيك؟ المسيحيين بلبنان كانوا عم يتعرضوا لمحاولة تهجير، المحور والحزب مش مقصرين ابدا يعني. ليه بس ما في تفاهم مع التيار؟ هو تفاهم مع التيار ولا التيار متخبى تحت سرمية الحزب؟ ايش؟ ايه طبعا. عند المسيحيين والموارنة خاصة بدنا نطلع من هيدا الاحتمال اللي هو داري جدايق. شو هو؟ انه انا بروح ببيع جلدتي وببيع قفاية حتى تاخذ سلطة، عهد عون خجلني كون مسيحي، خجلني كون لبناني، خجلني كون ماروني، خجلني كون إنسان. برأيك التيار ضعيف قدام حزب الله؟ خزمتشي عند الحزب. إيه إيه خزمتشي، خزمتشي لا أكثر ولا أقل. طلع العلاقة مهزوزة بيناتهم. إيه مثل اللي صاحب وحدة وزهق منها يعني. إيه طبعا خلص مهمته، عمل اللي بده يعمله. طب كان زواج متعة يعني بيناتهم؟ إيه طبعا طبعا طبعا، ما عارفه مجوز، عشو عم تظهر معه؟ عشو عم تظهر معه وناطره يطلق نبيه بري؟ قال بك شي انت؟ نبيه بري مرته، هديك صاحبته، قضى حاجته معه، خلصت.